كبيرة زادة إلى كل العاملين في الإدارة التونسية. في كل مرة الحقيقة موجودين مغمورين مش قاعدين نراو فيها مش نشوفوا مليح في ليزاكتيفيتي نتاعهم. فتحنا الباب قدامهم يجيو، مرحبا بكم. كما اليوم موجودين بحضنا على المركز الجهوي العالمية الموجهة للطفل بولاية نابل لحنان مبروك مديرة المركز، مرحبا بك لله. يعيشك، مرحبا بك. صفاء، الأمور طيبة؟ الأمور طيبة الحمد لله، يعطيكم الصحة. الإعلامية مريقلة؟ الإعلامية مريقلة. الإنفورماتيك مريقل؟ أمور واضحة. بربي ما عادش فما يقولوا كمبيوتر ولا حاجة. لا قبل نتفكر واحنا صغار يمكن نمشيوا للكمبيوتر معناها. حاجة أخرى طاروا بينا. على كل سيوسف العبار كعبار. كعبار. سيوسف كعبار مرحبا بك سيدي، مكون زادة في المركز، نورتنا بحضورك. اليوم انتم جيتونا وعندكم ايفينمون بون في عطلة، تو بعد تحكينا أكثر تفاصيل. في العطلة هذه فما دورة تكوينية مكثفة في الإعلامية والإنترنت من 16 ل 25 مارس. دونك عرفنا المركز الساعة، خلينا نعرفوا المركز فين إطار تحطوا وبعدها نحكي في تفاصيل أخرى. يعطيك الصحة وبارك الله فيكم مرة أخرى. دونك احنا مركز الإعلامية الموجهة للطفل، نرجعوا بالنظر لوزارة شؤون المرأة والأسرة الطفولة والمسنين تحت إشراف زاد المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل في تونس. دونك عنا المركز متاعنا وقع افتتاحه في سبتمبر 1999، نخدمه تحت رزنامة بيان سور يبعثنا المركز الوطني، فيها دورات تكوينية على مدار السنة، معناتها طول العام عنا دورات تكوينية نخدمه فيها اون باراليل مع الأطفال. خليني نقول العنوان للمواطنين اللي يسمعوا فينا زاد وين موجود المركز إذا ما يعرفوش. العنوان اللي هو في شارع جديدة المغربية 8000 نابل، رقم الهاتف اللي هو تنجموا تتصلوا به 27 271 004، 27 271 004. قيدوا النمرو إذا عندكم استفسار باش تهزوا صغيراتكم للمركز هذايا باش يحضروا في الدورات التكوينية. طيب كي نقولوا دورة تكوينية مكثفة شنو نقصدوا به؟ شنو نقصدوا؟ خاطر احنا اوكود معناتها دلاني عندنا دورات عادية اللي هي ديما متواصلة، معدل حصة أو حصة في الأسبوع، هذه تجينا معناتها خلال الأيام المدرسية العادية. يعني خاطر احنا ديما نخدموا بالشراكة مع مؤسسات دونك تربوية خاصة وإلا عمومية، معناتها يجيونا ديما معناتها اون كونتاكت بالشراكة، معناتها نخدموا اون كولابوراسيون. بربي كيفاش يخدموا بالضبط؟ معناتها باغ اكزومبل فما عندنا دي غاردوري يجيو نعملوا معاها شراكة. كونفونسيون صحيت كونفونسيون بريفي ولا ايتاتيك ولا اللي هو الأغلبية بريفي. الأغلبية بريفي صحيت. وعندنا زادة لي جاردان دونفون زادة عندنا كي يجيو يتفاهموا معاكم بيان سور، نعملوا كيما نقولوا معناتها كونفونسيون، يجيبوا لنا الصغيرات وحنا نأطروهم معناتها. في أي إطار؟ في إطار معناتها الإطار هذا نتاع الشركة هذه أنتم منفتحين على القطاع الخاص ولا تقدموا في خدمات؟ كيفاش بالضبط باش نفهموا؟ لأنه أنا واحد من الناس اللي ما نعرفش بالضبط كيفاش لي كونفونسيون هذوما يصيروا باش يفهمونا الناس. دونك باغ إكزومبل فما احنا دونك هذوما معناتها رياض الأطفال هما معناتها الأغلبية اللي نتعاملوا معاهم ماهمش معناتها إتاتيك معناتها دي بريفي. أي دونك جينا احنا باغ إكزومبل مديرة الروضة نتفاهموا معاهم، معنا كونترا مع بعضنا. باغ اكزومبل تجيني تقول لي مثلا انا عندي مجموعه من الاطفال باغ اكزومبل تحذيري 5-6 سنوات، شنو نجم نقدمه لهم؟ احنا نقترح عليهم رانا باش نعملوا كذا وكذا وكذا، دونك على حسب هذاك نعملوا دونك الاتفاق نتاعنا. باهي برشا سي يوسف كعبار. البرنامج كيفاش وانت مكون؟ نعرف مليح وانه تو العالم قاعد ماشي في حاجة أخرين، تولت ماتير تتقرى حتى البروغراماسيون في بريطانيا صحيح. في غيرها في دول أخرى، معناتها فريمون مشاو بينا أشوات كبيرة. أنتم كمركز الساعة كيفاش البرنامج متاعكم؟ فاش تكونوا بالضبط؟ شنو هو اللوجيسيال؟ شنو هو برنامج الدولة لهذا؟ فما عندكم اجتهاد خاص تعملوه ولا كيجيكم مثلا رياض أطفال ولا غير ويطلبوا منكم حاجة معينة؟ كيفاش بالضبط تصير العملية؟ هو راهو بالنسبة للعمل نتاع المركز الجهوي الإعلامية الموجهة للطفل بنابل ينقسم معناها الدورات معناها بالنسبة للمبتدئين ودورات بالنسبة للعباد اللي عندهم. شو معناتها تو دورات مبتدئين؟ تو فما قبل تو ماك تعرف ما الكلاسيكيات باش نبعدوا شوية منهم. تو قبل احنا كيف يهزونا نتفكر ايوا يهزونا لدار الشباب واحنا صغار كيف فما الكمبيوتر يتحط ونمشي ونشوفوا هذه كلافي هذه ايكون هذه فاره صحيح هذا هو اي مبدا لا تو هذا نعملوها بالنسبه للاولاد خاطر الاولاد صغار معناها كي نقولوا صغار قد ايه العمر؟ لا ابارتي دو 6 ans
ست سنين يجيك ما يعرفش حتى شيء، تعرفوا على مكونات الحاسوب، تعرفوا على الوحدة المركزية، على المرقب، على لوحة مفاتيح بالنسبة للمبتدئين، وبعد بدأوا بالبرمجية الرسم باش ينجم يتحكم في الفأرة، بعد نتعدوا البرمجية معالجة النصوص وورد كيفاش يعرف مواقع الحروف، كيفاش يحط يديه على الكلافي، كيفاش معناها يتصرف الجلسة بتاعه. تو احنا فهم برشا سلوكيات يكتسبها للطفل ما غير حتى شيء، معناها يبدا مثلا منحني، ولا يبدا مثلا قريب برشا ليكرون اللي نجم يرجع له على هذوك الكل، نعلمهم له باش كيفاش ينجم هو بعد. هذا الى حد عمر قد ايه؟ هذه بالنسبة في دورة معناها بالنسبة لي نحنا حتى الـ 8-9 حتى الـ 8-9 نتصور التوام ليه مدام برش حاجات قاعدة تتطور، معناتها قليل اليوم فما شكون ما يعرفش معناتها أورديناتور، معناتها ما يشوفوش ما يعرفوش. يتوى لطفي يا ربي يقول لك إين هابتين يهبط فيدو تابلات صحيح معناتها الحاجة ذي ما كانتش موجودة صحيح يطير وطيران احنا قبل معناتها كي كان فما كمبيوتر كنت صحيح أوني أوبليجي باش نتبع وراه ما لكش نقعدوا ضايعين فيها. أما تعرف مليح اليوم يظهر لي تراوشوا أنه لازمنا ممكن قراءة أخرى أدخمون للشيء اللي نعمله هذايا، ولا نجم يكون غلط روا، ولا لازم تكنيكمون نبدأ تو دابوغ بهذوما وبعد نمشي لحاجة أخرى. به انت تويك صغير كي باش يجيك ما تنجمش تبدا بيه ديريكتومون الحاجه اخرى. تو احنا مثلا عندنا برمجيه البرمجه البروغراماسيون اللي هي تو دارجه برشا في المدارس. نجم نذكر مثلا عندنا برمجيه سكراتش اللي هي البروغراماسيون اللوجيسيال هذايا. تو احنا قبل يقول لك بروغراماسيون تظهر له كل غول ما يعرفش البروغراماسيون تظهر احنا بالبرمجيه ولا الروبوتيك صحيت ولا الكودو يتفجع تقول له بروغراماسيون شنو تصنع روبوت صحيت اي فوالا تصنع لوجيسيال كيفاش نجم انت تعمل حاجه كيف هكا. دونك احنا بواسطه كيما نقولوا البرمجيات هذيا والتكنيك هذوما نبسطوا لهم الحاجه هذيا، تولي لهم حاجه سهله، لكن ما نجمش ديريكتومون يعمل سكراتش، يلزم يتعدى فما تدرج صحيح. دونك يلزمو يتعلم يبدا بالانيسياسيون، ويلزم فما حاجات معينه معناتها يتعرف عليهم باش من بعد باغ لا سويت نوصلوا بيه باش يعمل لي بروغراماسيون هذوما اللي هي كيما قلت لك دارجه برشا توا في المدارس. دايوغ برشا صغيراتنا معناتها في المدارس يجيو يلتحقوا بينا باش نوفروا لهم احنا هاللوجيسيال الجديد هذا اللي هو كما قلت لك درج برشا. به البرامج المكثفه واحنا تو هنا خدينا نمحه عامه على اللي موجود، واللي فهمتوا انه تعملوا انيسياسيون وتعملوا زادا بروغراماسيون قاعدين تحاولوا تتبعوا. بيان سور نواكبوا الجيل تاعنا. اي باش تواكبوا لانه لازمكم تواكبوا، لانه باش يكون مركز ديستيني للانفورماتيك لازم يكون ابديت في البرمجه. به وانتم تحكيوا على هذايا الدوره اللي باش تصير تو في العطله هذيه، شنو اللي فيها بالضبط؟ فيها برشا برمجيه به ساعه نذكروا مثالش احنا لي بارون تاعنا اللي هي من 16 دونك 16 نبداو 16 مارس حتى 25 دونك مارس، دونك دوم 9 حصص كل يوم ساعتين. به شنو فيها المحتوى هذية؟ فيها كيفاش معناتها نعملوا تريتمون دو تيكست، عندنا برمجيه العروض اللي هي الوورد، عندنا زاد الملتيميديا هذية تتضمن فيها برشا برمجيات كيما الفلاش الفلاش هذا كيفاش معناتها صوره هي نردوها تتحرك ونعملوا بها معناتها عندنا هدف بها، وكل برمجيه عندنا هدف منها معناتها البرمجيه هذيا فهمتني. عندنا زاد الفوتوشوب معالجه الصوره كما قلت لك، زاد عندنا كيفاش معناتها البروغراماسيون. هذه ديستيني لشكون؟ الاعمار والله الفئه العمريه راهو كما قلت لك من 6 حتى 14 15 16 سنه، حتى الكبار يجيونا زاد راهو حتى الكبار زاد مرحبا بهم، معناتها ماهيش ديستيني كان للصغار، نجم زاد باغ اكزومبل جروب مثلا نتاع كبار ينجموا يجيو يعملوا معنا زاد فورماسيون. باهي برشا. هذه مقابل مادي ولا ماشي؟ بيان سور بمقابل مادي. مقابل مادي المقابل المادي المقابل المادي هذا نعرف. انتم مؤسسة حكومية تابعين معناها الوزارة الأسوام تاعنا المتنوية الجميع. قد ايه الأسوام الدورة هذه؟ الدورة هذه 15 دينار
حسيتكم حاشمين بها هي رمزيه راهي رمزيه على البيتزا اليوم صحيح. نقول لك حاجه اخرى مالا نقول لك حاجه اخرى باهي كي يجيو زوز خويت نعملوا لهم زاده 25 دينار مش حتى 30 دينار معناتها السوم رمزي 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 بالنسبه للماده اللي احنا نقدموا بها دونك ماذا بينا نشجعوا الاولياء باش يجيبونا كالصغيرات على كل احنا زاد نشجعوكم يفضلكم برا باش تلقاو دي كومبيتونس موجودين الساده متكونين اكاديميا وهكا تنجم تتهنى على ولدك وتنجم يتعلم التقنيات في التعامل مع عالم النات وعالم هذايا اللي هو يمثل غول للعائلات التونسية اليوم على كل مهم جدا وأنه الدورة هذه نعاود نذكر اللي باش تكون إن شاء الله في العطلة هز ولدك امشي قايده وإلا كلمهم على 27-271-004 امشيوا للمركز شارع جديد المغربية 8000 نابر بحظة الجرة بحظة قريبة بعد سونتر فيل شكرا بارك الله فيك يوسف كابار شكرا جزيلا ربي يوفقكم إن شاء الله للحن المبروك في كل وقت مرحبا بك أنت مديرة المركز شكرا على ميرسي بوكو تواصلكم معنا انتم احنا طرف معكم ويجيو في كل وقت يعيشك نمشيو للفاصل وانا